استقبل معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير سليم الغرياني سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة تعيينه كسفير لبلاده في مملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير وقدم له الشكر والتقدير على ما يقوم به من خلال عمله الدبلوماسي في تعزيز وتنمية العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة ورعاية المصالح المشتركة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية الموكلة إليه من قبل بلاده، وأنه سوف يلقى كل تعاون لتسهيل مهامه الدبلوماسية من قبل كافة المسؤولين في المملكة. من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما نقيه من حفاوة وترحيب خلال الزيارة، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار في العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.